أحبتي في الله، هذا الوباء الخطير الذي سمته منظمة الصحة العالمية جائحة، وأصبح يتسلل ويتقلل إلى غالبية بلدان العالم حتى إنه وصل إلى أكثر من النصف منها، وبعض الذين لم يعلنوا هم من البلدان الفقيرة التي لا تملك وسائل لكشف هذا المرض والتنبؤ به قبل أن يستفحل. هذا المرض الخطير، هذا الوباء هو من فئة الطواعين التي سماها الإسلام الطاعون، الذي هو المرض الذي يميت الكثير ولا ينفع فيه في الغالب، يعني مهما أوتوا الناس من أن يمنعوه ويحجزوه، بل هو يمر لكن مع الوقاية ومع العلاج يخف أثره ويتقلص أحيانا، يعني تتقلص سلبياته. وعلى الناس أحبتي في الله أن يفهموا خطاب خادم الحرمين الشريفين وهو الأب لهم، الذي بحنوه وعطفه كلمهم كلمة من القلب إلى القلب. عليهم أن يحذروا، عليهم أن يضعوا أيديهم في أيدي الجهات المسؤولة في الدولة، وأن يعملوا جميع الاحتياطات لئلا يستفحل المرض. والدولة الآن قائمة جزاها الله خير بجهود في محاصرة المرض وفي البعد عنه، ولكني حقيقة يا أبا الوليد أشوف فئة من الناس يعني عندهم استهتار. الدولة تقول لهم لا تروحوا للحدائق، يروحوا. تقول لهم اغلقوا أبو المساجد، يجون يقولون ليه؟ يزعلون. فطيب يا أخي، تجدهم الآن يقولون خلوا المشي في الأسواق. يا جماعة الخير لا تخرجون، في فئة قليلة، بس هالفئة القليلة زي هذه نخشى أنهم ينشرون المرض. مثل ما تعرف الآن لو وجد واحد نشر فيه فيديو. فالآن نحن نؤكد يا إخواني، ونقول للذين يسمعوننا والإخوان جميعا والعالم الإسلامي، يا إخواني دينكم دين الوقاية من الأمراض. جميل. ودين العلاج نصوص الشرع كثيرة متظاهرة في الوقاية وكثيرة في العلاج. أما الوقاية فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل ليبايعه مع قومه وهو مجدون فيه مرض جذام وهو معدي مرض جلدي. قال له الرسول ارجع فقد بايعناك. لا تدخل مع الناس، لا تخالط الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، يعني الإنسان اللي فيه مثلا غنم أو إبله جرب أو مرض معدي لا يجوز أن يجتمع في الماء عند الورد مع صاحب الإبل الصحاح، لأنه ينقل لها يعديها. وأيضا أحبتي في الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا وقع الطاعون في أرض لا يخرج الإنسان منها، لأنه لو خرج منها لنقل العدوى إلى بلد آخر. هذه نصوص في الوقاية، ويعبدها من القرآن قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عدم عمل أسباب الوقاية إلقاهم بالنفس إلى التهلكة. وقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذه أحبتي في الله في الوقاية، وهي بعض الموجودات الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم الذي هو حياة القلوب ودستور الأمة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في باب العلاج فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال إن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، يعني تداوى مقصود الحديث. وهذا يدل أيضا على أن كورونا لها دواء، وأن إن شاء الله الناس سيجدونه.
مثل ما وجدوا في كورونا الإبل التي انتشرت قبل سنوات، والحمد لله الآن يعني حد من آثارها السيئة بعد أن وجدت العلاجات النافعة وطرق الوقاية منها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أمر للمسلمين بأن يستعملوا الدواء وأن يبحثوا عن الدواء الذي يرفع المرض، وأن لا يتداووا بما حرمه الله تعالى، لأن بعض أعداء الدين يردون الناس إلى الأدوية المحرمة مثل الذهاب إلى الكهان أو شرب الخمور أو الأكل الميت أو نحو ذلك مما حرمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله لم يجعل شفاء الناس فيما حرم، لم يجعل الله شفاء الناس فيما حرم عليهم. أحبتي في الله، لا تزال جزاه الله خير وزارة الصحة والقائمون عليها، والحمد لله قد ضربوا مثلا طيبا بالتفاني والإخلاص وسرعة مواكبة العلاج وطرق الوقاية، لا يزالون يحذرون الناس عن أسباب تقيم، يحذرون الناس عن أسباب تجلب الأمراض. فمن هذه الأسباب المصافحة. المصافحة هذه هي سنة في الإسلام، لكن هذه الأيام لا تجوز. لماذا؟ لأنها أصبحت مما ينقل المرض، أصبحت بشهادة الخبراء الذين قال الله فيهم: فاسأل به خبيرا، من أعظم وسائل نقل الأمراض. ولذلك يا أخي السلام سنة بدون مصافحة، سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تصافح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإخلاطات بين الناس التي يعني لا حاجة إليها. يعني بعض الناس الآن لازم يصير جزء من يومه يروح يجلس مع أصدقائه أو يختلط بالناس في استراحة أو في غير ذلك، أصبح جزء من حياته. أو لابد يروح يمشي في المول ويشوف اللي جاي واللي رايح ويمشي في الحدائق. أو لا يا أخي، هذا لا يجوز. وإذا احتجت فاخرج إلى بر ليس فيه أحد، اخرج ما عندك أحد وامش. أما الاختلاط بالناس في هذه الأيام لا تدري، ربما تلاقي شخصا حاملا وهو سليم، فتشوفه ما طيب لكنه حامل، فينقل لك المرض ثم تنقله إلى أهل بيتك، فتكون أنت أشأم وافد على أهل بيتك، نسأل الله العافية والسلامة. يا أحبابي بارك الله فيكم، اجتناب التجمعات في هذه الأيام مطلب شرعي أكدته الجهات المسؤولة ويؤكده العقلاء، لأن انتشار هذه الأمراض إنما تكون غالبا في التجمعات. نحن الآن قرأنا هذا اليوم خبر منع الطيران الداخلي ومنع الأتوبيسات الداخلية ومنع وسائل الأجرة. ليه؟ لأنه يجتمع فيها وناس لا يتعارفون. ما منع أن الإنسان يركب سيارة ويشيل أهله ويروح، لا، ممنوع السيارات التي يختلط فيها الناس، يأتي هذا من هنا وهذا من وانت ما تدري، ما تدري عن هؤلاء. فمن باب الوقاية والحذر منعت هذه الوسائل 14 يوم. لماذا؟ لئلا يعدي المريض السليم تنتقل العدوى. يا إخواني المرض خطير جدا، والمرض يضرب الرئة، يهجم على الرئة ويعطلها ويتعب، ويحتاج الإنسان معه إلى جهاز تنفس في غرف العناية المركزة، وهذه محدودة. ونحن الآن نسمع عن دول متقدمة في العلاج في أوروبا، الآن عجزت أن تستوعب الناس المرضى. أفرض الآن عندهم مثلا 20-30 ألف جهاز، لكن كم المرض ممكن ينتشر؟ نص مليون ينتشر، 100 يمكن حتى ينتشر ضعف، عندهم 20 ألف يجيهم 40 ألف، وش ماذا يعملوا بالنصف الثاني؟ مهما كانت إمكاناتهم لا يستطيعون. صحيح. ولهذا يا أحبابي لا بد للناس أن يتعاونوا مع الجهات المسؤولة وأن يمتنعوا من كثرة الاختلاطات هذه الأيام. وأن يعملوها عزلة. اعملها يا أخي عزلة في البيوت. الحمد لله
عندنا الآن في البيوت وسائل تخلي الإنسان كأنه مع العالم. عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، شوف يا كلش، عندنا القنوات الفضائية، عندنا إذاعات متميزة، لسنا نفرغ لها، مثل هذه الإذاعة نداء الإسلام، هذه والله لو دوحة، ومثل إذاعة القرآن الكريم، ومثل القنوات الآن الطيبة، يعني عندنا قنوات الحمد لله مثل قنوات المجد وغيرها، الرسالة وغيرها، وقنوات السعودية، كل هذه ينبغي يا إخواني أن يعني نستفيد منها. هذه تعتبر هذه الأيام أيام خلوة، أيام تفرغ، الإنسان يتفرغ نفسه، يجلس مع عياله، ينشر المفاهيم التي يريد لأعياده أن يسمعوها. جاء وقت عندنا كله ركض، ما يحدثني بعض الآباء أنه ما يشوف عياله أبدا، يروح الصباح وإذا جلينهم نايمين، سبحان الله، إلى متى يا إخواني؟ فهذا لعل خير الإنسان يجلس مع عياله ويتحدث معهم وينشر بعض المفاهيم التي يريد أن يسمعوها منه. فهذه عزلة يا أحبابي نريد أن نستثمرها في الجلوس مع أهلنا، نستثمرها في الاستفادة من المعطيات الموجودة الآن في وسائل التواصل وفي الإذاعات والقنوات الصالحة وغيرها، نستثمرها أيضا يا أحبابي في أن لا نضر أحد، ما نخرج لا نضر ولا نضر. إن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم. العزلة الآن لتقيك من هذه كلها، ما لا تنقل مرض ولا ينقل إليك، ولا ينقل إليك مرض. بعض الناس الآن يقول يا أخي فقدنا صلاة الجماعة، يا أخي أقم الجماعة في بيتك، الجماعة ترى مهمة زمنا في المسجد، الجماعة تكون في البيوت، لو يصلي الإنسان مع زوجته وأولاده، هؤلاء هذا جماعة، هذا جماعة. ثم أنت الآن تنفذ أوامر لمصلحة الناس، فأنت مأجور وأنت معذور، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المعذور يناله الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قاطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر، حبسهم العذر. فكل إنسان يحبس العذر يكتب الله تعالى له الأجر. نعم الحمد لله.